أرحب بضيوفي في هذا الملف عبر تطبيق زوم من واشنطن دكتور أميد شكري مستشار السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة والمستشار في مركز دراسات دول الخليج العربي. من الرياض أرحب بالدكتور عبد الله باعشن الخبير الاقتصادي، أهلا بكما. أبدأ النقاش مع الدكتور أميد من واشنطن. دكتور، هل السحب من الاحتياطي الأمريكي كفيل بعدم ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة؟ هذا بالنظر إلى أن الولايات المتحدة هي بالأساس تعاني من نقص في مخزونات الخام، وحتى التقارير تتحدث على أن هذا النقص هو بمعدل 1,800,000 برميل. شكرا على الاستضافة. منذ سبتمبر كانت قد طلبت إدارة بايدن من الأوبك زيادة الإنتاج، ولكن بعد رفض ذلك قررت إدارة بايدن أن تستخدم المخزون الاستراتيجي، ولكن طبعا هذا لا يكفي من أجل تحقيق التوازن في الأسواق الأوروبية. هو حل على المدى القصير في السوق المحلي الأمريكي، وهنا الرئيس بايدن وإدارة بايدن بحاجة إلى التعاون مع الأوبك والأوبك بلس من أجل تحقيق هذا التوازن، وإلا لن يكون سهلا على المستهلك الأمريكي يعني أن يشعر بهذا التوازن. نعم دكتور عبد الله من المملكة العربية السعودية، المملكة اعتبرت السحب الأمريكي من احتياطي النفط الاستراتيجي اعتبرته قرارا سياديا، لكن كيف يؤثر هذا القرار، يعني نتحدث هنا عن تحرير 10 ملايين برميل نفط أمريكي، كيف يمكن أن يؤثر على الدول المنتجة للنفط؟ مساء الخير، الحقيقة شكرا على سؤالك هذا، لأنه اللغط الآن المستمر أو ما يحصل من نفرز الحقيقة في مطبخ السياسة هو نتيجة في الواقع البعد المفاهيم الاقتصادية. أول حاجة عندما نتكلم عن الاحتياطي، هناك فرق بين الاحتياطي الاستراتيجي في الدول والاحتياطي الذي تملكه الدول المنتجة. الاحتياطي الاستراتيجي هو الاستخدام في أوقات الأزمات، وبالتالي حتى وجوده هو وجود وقتي وليست وجود، عكس الاحتياطي الموجود بالنسبة للدول المنتجة للنفط أو أي مواد أخرى فهو عملية دعم الإنتاج. فهذا الحقيقة قد يكون أحد الأمور التي بدأت فيها نوع من اللغط. فيما الواقع أعتقد أنه لو بعدنا قليل عن السياسة، ولكن للأسف أصبح القرار الاقتصادي مخلوط بالسياسة كما تكرم الدكتور شكري، وهو عملية قد يكون عملية التعاون هو الأقرب، ولكن في هذه الظروف لا أعتقد هناك بادرة أمل في التعاون بين جميع دول العالم، دعيني أقول وليس الدول المنتجة والولايات المتحدة. فبالتالي بالنسبة للواقع الاقتصادي لو رجعنا، لديك الحقيقة لأول مرة في عملية دورة اقتصادية كاملة وقد تستمر للأربع سنوات القادمة بين عملية تضخم، توقع انكماش، قوة الدولار الأمريكي، وعندما نتكلم عن قوة العملة التي تسيطر على 80% من التجارة الدولية للنفط والمواد الخام، هذا عنصر مهم في عملية التسعير وفي عملية ارتفاع السعر أو انخفاض السعر، بالإضافة إلى عملية كذلك الولايات المتحدة أغلب من ينتج النفط فيها هي شركات، بعكس الدول المنتجة للنفط أوبك وأوبك بلس، فهي الحقيقة الدول من يملك يعني. ويمكن حتى يتساءل البعض لماذا لم تكن الولايات المتحدة من ضمن هذه المجموعة حتى يكون القرار في نوع من التوازن أو نوع من التعاون كما تكرم الدكتور شكري، لأن النفط ملكيته تختلف بين أوبك بلس والولايات المتحدة. فإذا العالم الحقيقة أنا أعتقد دول أوبك، نعم دكتور، والدول المنتجة هي تحاول الحقيقة أن تصل إلى سعر مستقر أو سعر عادل يرضي البائع ويرضي
المشتري وقد يصل إلى عملية الاستدامة، ولو أن الاستدامة الحقيقة بالنسبة للعرض والطلب لا يمكن أن تكون في عالم متذبذب وعالم الضبابية فيه لا زالت غير واضحة. نعم دكتور أميد، ما يقوله أيضا دكتور عبد الله واتفقتم عليه، نقطة اختلاط الموضوع إذا كان النفطي أو اقتصادي بالسياسة، أبعاد هذا القرار على العلاقات الأمريكية ودول المنطقة إلى أين يمكن أن تأخذها؟ في الواقع إن الأوبك بلس أظهرت أنه في السنة الماضية وهذه السنة هذه المنظمة أظهرت أنها تنظر في مصالحها الخاصة في أسواق الطاقة. نعرف أن المملكة العربية السعودية، روسيا، الدول الخليجية لديها أو تتأثر بالأسعار العالية للنفط، وبعد قرار الرئيس بايدن باستخدام المخزون الاستراتيجي، تعرفون أن هناك حملة انتخابية الآن قد بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هنا التداخل بين السياسة والاقتصاد، وتريد إدارة بايدن تخفيض سعر الوقود طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يعد هناك الكثير من الخيارات على الطاولة بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن. كل الدول المنتجة للنفط أيضا يهمها أن تزيد من ربحها في الأسواق، ونعرف إذن أن هذه الأسعار يعني وهذه الأزمة أزمة الطاقة هي فرصة لدول الخليج لتحسن من وضعها الاقتصادي الذي تأثر بالجائحة. نفس الشيء يطبق على روسيا التي تحاول أن يعني تواجه هذه العقوبات المفروضة عليها من خلال جني الأرباح من بيع النفط، وبالتالي نرى هذا التداخل بين هذه المصالح، ولكن مصالح دولة معينة قد تكون مغايرة تماما لمصالح دولة أخرى. نعم يعني التداخل في المصالح كما يقول دكتور أمي دكتور عبد الله، ولكن كل دولة لها مصلحتها الخاصة. لكن القرار الأمريكي أو الخطوة التي اتخذتها واشنطن، هل من خلالها فعلا أو من خلال خطوات أخرى يمكن أن تتمكن الإدارة الأمريكية من تقليص نفوذ المنظمة في سوق الطاقة، أم ذلك بعيد؟ في الواقع أول حاجة دعينا أتفق مع الدكتور شكري في خاتمته أن المصالح طبعا تقدم في كل الدول ومنها الولايات المتحدة، فمصالحها كما أشار وتكرم، هناك انتخابات رفاهية شعبها، والانتخابات قد تكون أهم شيء. لكن كذلك عندما ننظر إلى الموضوع من الزاوية الاقتصادية البحتة، وخاصة أن البرنامج يتكلم عن اقتصاد، فإحنا نتكلم عن تسعير النفط أو تسعير المواد، هو يعتمد على ثلاث شرائح، فيعتمد على الخام المرسل إلى الدول المستهلكة، بالإضافة يضاف إليه عملية الضرائب وعملية قوة العملة الذي يتعامل بها. لو عملة النفط عملة الدول المنتجة لوجدت هناك اختلاف، ولن تجد هذا الاختلاف الكبير اللي موجود. فالولايات المتحدة الحقيقة هي المستفيد كذلك، تريد أن تستفيد بالإضافة إلى الحفاظ على مصالحها وحفاظ على مصالح شعبها، كذلك على دعم عملتها، فأصبحت عملتها هي المسيطرة. فإذا مصالح الولايات المتحدة بلغة الاقتصاد هي مصالح مضاعفة أو قيمة مضافة، فهي تسعى الآن إلى عدم خسران هذه القيمة المضافة، بالإضافة إلى عملية فيما يتعلق أنا أعتقد بسلعة رئيسية، رغم أنه الأخطاء تري لم تبدأ الآن أو نتيجة للعوام الذي ظهرت الآن، سواء بالنسبة لحرب أوكرانيا أو عملية المقاطعة أو غيره من عمليات، أو كذلك حتى أزمة الكورونا. العملية بدأت عندما بدأ العالم يتوجه إلى البحث عن مصادر بديلة للنفط، ولكن أهمل عملية الاستثمارات في النفط، لأنه جميع المصانع جميع الطائرات هي جاهزة للنفط،
فأنت عندما تريد أن تتروع إلى مخرج آخر أو منتج آخر يجب أن يكون الأجهزة المستخدمة جاهزة لهذا الشيء. فالعملية عملية فندمنتال تغير. الآن عندما بدأ يقتنع العالم بأهمية النفط، واعتقد دول الخليج والمملكة العربية السعودية بالذات هي كذلك، رأت بالنسبة لعملية الأسواق أو النظرة المستقبلية بدأت تنوع دخلها، فلم تعد تعتمد على النفط كعنصر مؤثر ولكن كعنصر إضافي. فإذا ليس من العيب أن يقال أن دول الخليج أو الدول المصدرة للنفط أن تزيد من ثرواتها، فالثروة حق كما يكون للآخرين فحق للدول الأخرى. نعم دكتور أميد، ما التحديات اليوم الجديدة التي يفرضها سوق الطاقة العالمية في ظل هذه التوترات الواضحة ما بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والدول المنتجة للنفط بعد هذا القرار تحديدا؟ صحيح، هذا سؤال جيد. في هذه الأزمة، أزمة الطاقة، باتت كل دولة تفهم أهمية تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو مصادر طاقة مختلفة. السنة الماضية وهذه السنة كل مستهلك بات يشعر بأهمية أمن الطاقة وتحول الطاقة أيضا. وللإجابة عن سؤالك، صحيح أن هذا التوتر موجود بين الأوبك بلس والمستهلكين للطاقة مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأنا متأكدة من أن أوبك بلس يعني تتبع هذه المصالح الدولية وتحاول أن توازن في الإنتاج من أجل تخطي أي حواجز قد يفرضها شق الطلب من السوق، وهذه فرصة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية للاستثمار في التحول في الطاقة، في السيارات الكهربائية، في الهيدروجين، في مصادر الطاقة البديلة. وكما قال زميلنا من المملكة العربية السعودية، صحيح إن المملكة وقطر والإمارات باتت تركز على تنويع اقتصادياتها وعدم الاعتماد حصرا على النفط. نعرف إنهم يركزون اليوم على الطاقة النظيفة، على مصادر مختلفة للطاقة، ما زالت تشكل فقط 12% من سوق الطاقة، ولكن لا بأس بذلك، هي فرصة جيدة للتحول نحو مصادر طاقة جديدة، التركيز على التكنولوجيا المتطورة، وهي موجودة بين أيدي بعض الدول الغنية في الصين. أيضا علينا أيضا أن نراقب ما سيحصل في الصين في مجال الابتكار في أسواق الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الشمس والاستخدام البطاريات أيضا. نعم دكتور عبد الله، وبرأيكم يعني أيضا ما مستقبل سوق النفط العالمي وأيضا تأثره سواء بقرارات أوبك بلس أو بقرارات واشنطن للرد على قرار المجموعة؟ يعني هل تتفقون مع قوله الدكتور أميد فيما يخص كما ذكرت أيضا في البداية تنويع الاقتصادات، أيضا الاعتماد على التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، لكن في ظل كل ذلك مستقبل الطاقة، مستقبل النفط تحديدا؟ في الواقع أتفق مع الدكتور أميد. أول حاجة من ناحية أنه تحدثنا الحقيقة عن مرونة الطلب وهو أساسيات الاقتصاد، فالآن في الوقت الحاضر الطلب غير مرن. لماذا غير مرن؟ كما تكرم الدكتور أميد وأشرت أنا في البداية، عملية التوقع للركود، عملية الشوت داون في أكبر اقتصاد، في ثاني أكبر اقتصاد عالمي في الصين، عملية الجو السياسي في منطقة أوروبا. فإذا مرونة الطلب الآن صعبة، فمرونة الطلب كذلك مع عملية اتخاذ البنوك المركزية رفع الفائدة أضاف إلى مرونة الطلب الخروج منه. فلكي تستطيع أن تجعل من الطلب مرن بلغة الاقتصاد، لأن العرض ليس لديه مشكلة، العرض كما تكرمت يا أختي الكريمة، دول الخليج أنت أو دول المنتجة للنفط زادت من نفطها قبل 3 أو 4 شهور ثم عادت مرة أخرى، هي لم تعد نتيجة لعملية مصالح أو عملية الاحتكار، هي عادت لأن مرورة الطلب أصبحت أصعب. فإذا بالتالي أنا أعتقد لسؤالك الأول الذي لم نجاوب عليه، هو عملية السحب من الاحتياطي كذلك هي عملية
إذا لم يكن معالجة مرورة الطلب مع إمكانية العرض المتوفر، العرض ليس لديه مشكلة، ومع عملية المراجعة في الأسعار وخاصة العنصر الرئيسي عنصر العملة وسيطرتها الآن على عملات العالم الذي أصبحت تفقر الدول الفقيرة والدول متوسطة الدخل وخاصة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وبعض دول أوروبا الحقيقة. نعم. بكل أسف، فإذا المشكلة في عملية تركيبة السعر. نعم. لأي سلعة استراتيجية يحتاجها العالم. شكرا جزيلا دكتور عبد الله باعشن الخبير الاقتصادي من الرياض كنت معنا. شكرا ايضا لضيفي من واشنطن الدكتور أميد شكري مستشار السياسه الخارجيه والجغرافيا السياسيه للطاقه والمستشار ايضا في مركز دراسات دول الخليج العربي. شكرا لكم.